تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرمانة من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة بجناية المتاجرة بالمخدرات التخزين والشحن. العملية تمت على إثر ورود معلومات مؤكدة عن وجود شخص يقوم بإخفاء كمية معتبرة من الكيف المعالج، حيث أسفرت عملية التفتيش على حجز كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 7.5 كيلوغرام. سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.